استاذ جمال، كانت مفاجاه بالنسبه لك فوز الاهلي والزمالك في المغرب؟ بصراحه رغم انه امكانيات الاهلي وامكانيات الزمالك امكانيات كبيره، انما برضو كان في جزء كبير من المفاجاه. يعني ما اقدرش ان انا ما اقدرش اقول ان انا كنت متوقع الفوز او متاكد الفوز، أو يعني متاكد طبعا. لا طبعا ابقى يعني بقول كلام مش واقعي، انما انا بقول اللي تخاف منه ما بيبقاش في احسن منه. ويمكن يكون احد اسباب تفوق الاهلي والزمالك في المباراتين هو انهم كانوا عاملين حسابهم كويس قوي ومستعدين كويس قوي، لانه ده كان واضح جدا. ويمكن هنا انا هركز شويه برضو على الاهلي، انه بعد وصول موسيماني وتولي المسؤوليه ومن خلال المقارنه لما تشوف كل المباريات اللي لعبها موسيماني مع النادي الاهلي محليا ثم افريقيا، هتلاقي ان النادي الاهلي اداؤه اتغير. ويمكن احنا اتكلمنا مع بعض في الحلقه الاخيره يوم الخميس بالليل، كان على مساله نلعب دفاع ولا نهاجم ولا ايه. طيب. يعني يمكن كان معايا الاستاذ محمد القوصي، نبدا نضغط من قدام ولا نعمل. بس انا في رايي برضو انه الاساس التغيير الكبير اللي حصل مع موسيماني اللي هو التمركز الدفاعي والظبطه اللي موجوده في الملعب، لان ده بيديك قوه في اقتناص الفرص. يعني الهدف اللي احرزه مجدي قفشه في اول 4 دقائق ده كان في قبليه فرصه كمان. يعني ده ما يعني ان انت حتى لو انت بتدافع كويس هتبقى جاهز اكتر، لانك مسيطر وعندك اراده الفوز موجود وعندك اراده الفوز، لا وبتبقى مسيطر على الملعب وشايفه كويس ومش خايف. فانا بقول انه طبعا الفوز رغم انه يعني التوقعات كانت 50-50، انما المباراه نفسها لا، الوضع اختلف تماما. و كل التوقعات اللي كانت قلقانة من المباراة ذهبت أدراج الرياح زي ما بيقولوا بعد دقايق. يعني مجرد أنك تشوف اللي هو شكل فرقة النادي الأهلي وبعديها شكل فرقة الزمالك، لا تحس أن أنت هتكسب يعني بلا تردد يعني. وبعدين الفوز ده أنا بقوله أنه فوز مهم قوي كمان بالنسبة للنادي الأهلي. ده أول فوز في دور نصف النهائي من يعني حتى في احصائيه من 2005. وبعدين ده الفوز رقم 14 في نصف النهائي البطوله الافريقيه، وده ريكورد. تمام. يعني ده رقم، وده فيه اول مره انت تكسب في النصف النهائي خارج ملعبك. حصل 2005 بس انت كنت بتلعب مع الزمالك، المباراتين كان في الكليه الحربيه، في مباراه بتاعتك ومباراه بتاعه الزمالك، ومع ذلك كسبت انت الماتشين. في كمان ده اول فوز لموسيماني على الوداد في ملعبه. يعني ده برضو من الارقام. صحيح. انا عايز اقول ان المباراه ككل كده مش مجرد فوز، وده يدينا برضو مش هقول تحذير بس الارم كده قبل مباراه العوده، ان احنا ناخد الامور بانضباط شديد جدا. وده اللي انا حسيته برضو في تصرف فرقه النادي الاهلي، وساعه ما الكابتن محمود الخطيب كان بيهنيهم في الملعب بعد المباراه، لا انه ناجل الافراح لما بعد ايه المباراه اللي هي القادمه ده اللي هي الحاسمه. ده الاهم.